السلام عليكم يا دكاترة، نكمل مع بعض محاضرات كلينيكال نيوتريشن. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن موضوع مهم اللي هو الأوبيزيتي، وطبعا ده مش بس عشان الكلينيكال نيوتريشن، ولكن ده أحد الأدوار اللي أنت ممكن بيها كصيدلي في الصيدلية اللي بتشتغل فيها أو صيدليتك إنك تكون مميز، لأن ما أكثر الحالات اللي هتجيلك وعندها أوبيزيتي أو أوفر ويت وعاوزة يعني متابعة أو برنامج علاجي أو غذائي، بحيث إن هي تقدر فعلا تقلل الوزن يعني وترجع للوضع الطبيعي. فالتفاصيل اللي هتاخد النهاردة هي هتساعدك، حاول تتعلمها مش جاست عشان ككورس، ولكن أنت فعلا تحاول تعملها أبليكيشن في البراكتس وفي الواقع العمل اللي أنت فيه. زي ما احنا شايفين في السلايد الأولانية هنلاقي إن احنا كلمة البادي ماس إندكس، وده يعتبر المين دياجنوستيك فاكتور للحكم على البيشنت، وهيبقى عندنا اربع تصنيفات: اندر ويت، هيلثي، اوفر ويت، واوبيز. يعني طبعا الاندر ويت اقل من 19، الهيلثي من 19 ل 24 و9 من 10، الاوفر ويت من 25 فيما فوق، والاوبيز من 30 فيما فوق. وده طبعا بيوريك يوضح لك ازاي ان كل ما زاد الوزن كل ما الحالة الصحية بتاع الجسم بتبقى أصعب، لأن زي ما احنا شايفين بيبقى اللود على الليج والأورجنز والفانكشن في البادي كلها بتتأثر. كتعريف لو جينا نعرف الأوبيستي هنلاقي إن هي ميديكال كونديشن بيبقى فيها إكسس بادي فات. يبقى الأوبيستي ما هو إلا دهون كثيرة بالجسم لدرجة إن هي أفكت بادي هيلث، يبقى هي دهون بتتجمع في الجسم عن الطبيعي. الجسم الطبيعي فيه دهون بيبقى في منطقة السبكيوتينيوس وفي منطقة الأبدون، ولكن بكميات مش ضارة بالجسم. ولكن الإكسس فات هي دي بقى اللي بتتجمع، ودي بتعمل الوزن زيادة وبتبقى مشكلتها إن هي أفكت ذا هيلث. التو مين بارامترز اللي بنعتمد عليهم عشان نعمل الحكم اللي هو إن في إكسس بودي فات أو ما يسمى الأوفر ويت أو الأوبيز، هو البودي ماس إندكس والويست سيركمفرنس اللي هو محيط الخصر او البطن، ودي احنا اتكلمنا عنه كتست في المحاضره اللي فاتت، ان هو بنقيسه والمفروض يتقاس في الميد بوينت اللي هي تقريبا قرب منطقه النيفل اللي هي السره، وطبيعي ان يبقى فيه بارامترز وهنمر عليها حال. هنا مهم جدا بالنسبه للاوبيستي مش بس البادي ويت، ولكن مهم كمان الويست سيركمفرنس، لان في ارتباط كبير دلوقتي ما بين الابدومين اوبيستي اللي هنعرفها من خلال الويست سيركمفرنس مع لو بنسميها سنترال اديبوستي او الابدومين اوبيستي، دي كلها بمعنى واحد، ولان لها علاقه قويه جدا بتايب 2 دايابيتس والهايبر تنشن والديسلبيديميا. لو احنا فاكرين ان كان في حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم، قلنا الميتابوليك سيندروم ده كان بخمس حاجات، قلنا نقول ان البيشنت عنده ميتابوليك سيندروم لو عنده ثلاثه من الخمسه، وقلنا ان ده معناها ان تيك كير ان ريسك عاليه ان يحصل الاذر ديس اوردرز، وهم كانوا الهايبرتنشن تايب 2 دايابيتس وهاي تريجلسرايد ولو اتش دي ال معاها دكاتره، والابدومين اوبيستي او اللي نسميها السنترال اديبوستي. وقلنا كل ما كانت موجوده كل ما كان ان الاذر فاكتورز ممكن تحصل. فطبعا السنترال اوبيستي او الابدومين اوبيستي ده ريسك فاكتور ان يحصل تايب 2 دايابيتس وهايبرتنشن وديسلبيديميا. خلي بالك من موضوع ان ممكن يكون الاوفر ويت او الاوبيستي سكندري، وان المشكله نتيجه استخدام ميديكيشن وان هي السبب في الاوفر ويت، فبالتالي تيك كير من موضوع ان تعمل الترنج للميديكيشن عشان تعالج الكوموربيد كونديشن في هذه الحاله. ومن اشهر الميديكيشن اللي ممكن تتسبب في اوبيستي الانتي دايابيتيك، الانتي ابيليبتيك، الانتي سيكوتيك والانتي ديبريسنت. سايد افكت بتاعتها ان هي ممكن تزود الاوبيستي في هذه الحاله. الويست سيركمفرنس واحنا قلناه ده بيدينا انديكيشن عن الابدومين اوبيستي. الطبيعي ان في الميل ما يزيدش عن 102 سم، وفي الفيميل ما يزيدش عن 88 سم. ونقول ان زي ما احنا قلنا ان ده ريسك فاكتور للميتابوليك سيندروم، ده يمكن تاكيد. طب ايه اشهر كوموربيديتيز اللي ممكن تحصل مع الاوبيستي، او ايه هي مشاكل الاوبيستي؟ يعني القاعدة العامة بتقول the more overweight you are the more likely you have health problem، the more overweight you are the more likely you have health problem.
بمعنى كلما زاد الوزن كلما كان في احتمالية الأوبيستي بمعدل، كلما كان زيادة في الوزن كلما كانت احتمالية إنها تأثر على الهيلث أعلى وأعلى. لو بصينا في السلايد هتلاقي عندك إن من أشهر المشاكل اللي ممكن تحصل من الأوبيستي هتلاقي عندك الديابيتس والهايبرتنشن والهايبرليبيديميا، والتلاتة دول طبعا ميتابوليك سندروم. ولكن برضو الأوبيستي ريسك فاكتورز عالية لل زي ما احنا شايفين يا دكاترة، ريسك فاكتور عالية للكانسر والجاوت وكوروناري ارت ديزيز والاوستو ارثرايتس، وكمان المشاكل في الريبرودكشن ممكن تعمل فيرتيليتي انفيرتيليتي، وممكن تعمل فاتي ليفر، مشاكل في الليفر، وتعمل مود ديس اوردرز وسليب ابنيا، تلاقي مشاكل في النوم وتعمل جاوت. طبعا كل ما زاد الاوبيستي كل ما زاد انتاج اليوريك اسيد، وبالتالي ده طبعا كلها مشاكل في هذه الحاله. وده يمكن مرينا عليه قبل كده في لما كنا بناخد البوم مع بعض، الاوستو ارثرايتس كانت مرتبطه بقوه جدا مع الاوبيستي، وفي نفس الوقت الجاود كانت برضو من الحاجات اللي لها علاقه بالاوبيستي. فالكوموربيد كونديشن دي خلي بالك ان هي ممكن تحصل مع الاوبيستي، الاوبيستي ريسك فاكتور بقوه جدا جدا ان تتسبب في هذه المشاكل. فبالتالي نبقى حريصين ان احنا فعلا نتغلب من الوزن الزايد على قد ما نقدر. بالنسبه للتصنيفات ونركز في السلايد، هي شكلها جدول ولكن لو بصيت الجايد لاينز بتقول ان التصنيف بيتم تصنيف الكلاس بتاع الاوبيستي وفقا للبادي ماس اندكس، اقل من 18 ونص او نقول ممكن 18 و9 من عشرة نقول ان احنا عندنا اندر ويت، من 19 ل 24 و9 من عشرة نقول ان ده الافريج ده الهيلثي بيرسون، الاوفر ويت من 25 ل 29 و9 من عشرة، الاوبيز اللي هو اعلى من 30. ولكن الاوبيز اللي اعلى من 30 داخله في كذا تصنيف، نركز في السلايد يعني حتى الماوس واقف بيوضح لنا اهو، ولكن الكلاسيفيكيشن نفسها داخل الاوبيستي في اكتر من كلاس. عندنا الكلاس الاولانيه اللي هي زي ما احنا شايفين من 30 ل 94 و9 من عشرة نقول عندنا كلاس 1 اوبيستي، ونقول عن في هذه الحاله ان الكوموربيديتي بتبقى مودريت. يعني ايه مودريت؟ اعلى شويه، لان اثناء الاوفر ويت اللي هي من 25 ل 29 و9 من عشرة الكوموربيدتي اللي هي كانت في السلايد اللي قبلها بتبقى هاير او مايلد انكريز، ولكن من اول ما نخش في الاوبيستي تبقى كوموربيدتي تبقى مودريت انكريز، يعني بدات الانسيدنس احتماليتها تبقى اعلى واعلى، ونقول ان احنا في كلاس 1. لو دخلنا من 35 ل 39 و9 من عشرة هنلاقي ان احنا دخلنا في كلاس 2 وان الكوموربيدتي بتبقى سيفير. طب لو عدى بقى وبقى زاد عن ال 40 نقول ان احنا دخلنا في كلاس 3 من الاوبيستي، وهنا فيري سيفير وان الانسيدنس عاليه جدا جدا. يبقى التاني البودي ماس اندكس هو اللي بيحدد لنا الكلاس بتاع الاوبيستي، وبرده مرتبط معاه الكوموربيديتي ريسك، كل ما زادت كل ما الكوموربيديتي ريسك. طب ايه هي الكوموربيديتي؟ اللي هي كانت في السلايد رقم 4 اللي هي بتتكلم عن مشاكل الاوبيستي، وزي ما احنا وضحناها الحاجات اللي هي كانت جزء ميتابوليك سيندروم، جزء مرتبط بالجوت والاوستو ارثرايتس والكانسر والريبرودكشن اند سو اون. النقطه الثانيه لو ادرجنا بقى معاها موضوع الابدومين اوبيستي اللي هي السيركمفرنس اوف ذا ويست، وقلنا في هذه الحاله في الفيميل اعلى من 89 وفي الميل اعلى من 102. فبالتالي لو كانت الاوبيستي عن طريق البادي ماس اندكس يصحبها او لا يصحبها، يعني لو كانت يصحبها ايه الوضع ولو كان لا يصحبها ايه الوضع فيما يخص موضوع الويست سيركمفرنس. طبعا الويست سيركمفرنس زي ما احنا شايفين بيقول ده انديكيشن، لو هو موجود بيبقى انديكيشن عن ديزيز ريسك اللي هي زي ما احنا قلنا هايبر تنشن هايبر ليبيديميا تايب 2 دايابيتس. زي ما احنا واضح زي ما هو واضح في الصوره عندنا، لو كان البادي ماس اندكس عالي وصاحب ذلك زياده في الابدومين اوبيستي كل ما هيبقى فيه تصنيفات كمان للبشر. خلينا نبدا من عند النورمال ويت، وده يمكن شايفين زي ما الماوس واقف. لو بصينا للنورمال ويت في هذه الحاله هنلاقي ان رغم ان هو هيلسي والبادي ماس اندكس بيقول ان هو طبيعي وان هو ما عندوش احتماليه كوموربيتي ولا كانسر ولا مشاكل في الفيرتيليتي ولا مشاكل في البون ولا حاجه من الحاجات دي خالص، ولكن لو كان عنده ابدومين اوبيستي وهو نورمال ويت، خلي بالك يا دكاتره من الحته دي قوي، لو كان عنده ابدومين اوبيستي وهو نورمال ويت ففي هذه الحاله ممكن يكون عنده ريسك ان يحصل تايب 2 دايابيتس او هايبرتنشن او حتى الهايبر ليبيديميا. طب لو كان نورمال ابدومن وهو هيلثي يبقى خلاص ان شاء الله ما عندوش لا مشاكل لا هنا ولا هنا. طب لو كان اوفر ويت
وكمان كان عنده ابدومين اوبيستي، فاحتماليه عاليه برضو لمين؟ للكوموربيد، بجانب الكوموربيد برضو احتماليه عاليه لمين؟ لل اللي هي الميتابوليك، اللي هي الهايبرتنشن والدايابيتس والهايبرليبيديميا. يبقى الويست مرتبط بثلاثه رئيسيين، الميتابوليك سيندروم اللي هي هايبرتنشن هايبرليبيديميا والدايابيتس. انما لما اقول كوموربيدس اللي هي الامراض الاخرى في بدون الثلاثه دول. الاوفر ويت مع دكاتره لو صاحب ذلك كمان زياده في اللي هي الابدومين الاوبيستي اللي هي الويست فوق ال 102 بالنسبه للميل، كل ده هيصحب ذلك معناه زياده احتماليه عاليه ان يحصل موضوع الميتابوليك سيندروم هايبر تنشن ودايابيتس والهايبر. طب لو دخلنا في الاوبيستي، القاعده بتقول زي ما الريسك هتبقى موجوده كل ما كان دخلنا في الابدومين، كل ما تبقى الريسك بدل ما كانت هاي تبقى فيري هاي. طب لو كانت فيري هاي ممكن تبقى اكستريم هاي. معايا دكاتره يعني عشان نبسط الدنيا عشان الناس بس ما تفتكرش ان الموضوع صعب، هو التصنيف بيبقى عن طريق البادي ماس اندكس ميلي، ويتم تصنيف الاوبيستي لثلاثه كلاس 1 و2 و3، ودي كل ما كل كلاس كل ما زاد كل ما زاد احتماليه الكوموربيد كونديشن. لو صاحب الكوموربيد كونديشن كمان زياده في الويست سيركمفرنس وكسرنا الليمت اللي هو اعلى 102 في الميل او 89 في الفيميل، في هذه الحاله الاحتماليه لحدوث الميتابوليك سيندروم الدايابيتس والهايبرتنشن بتبقى اعلى في هذه الحاله. ولكن اللي يعنينا والكومنت المهم قوي ان even at normal weight لو في abdomen obesity ان السيركمفرنس اعلى من 102، فده معناه ان صاحب هذا الوزن ممكن يحصل له دايابيتس بمعدل عاليه او هايبر تنشن او هايبر ليبيديميا. يعني واحد ممكن وزنه البادي ماس اندكس بتاعه طالع 22 ويعتبر هيلثي ويعتبر افريج سايز وما فيهوش اي نوع من الاوفر ويت ولا حتى الاوبيستي، ولكن لما نيجي نقيس السيركمفرنس بتاع الويست نلاقي ان هو بنطقه البطن فيها وزن زياده، يعني جسمه عموما كوزن على الميزان طبيعي وفي الرينج واكسبتد، ولكن منطقه الويست بتاع البطن فيها ازيد من الليمت. بنقول في هذه الحاله رغم ان هو مش اوبيز ولكن عنده الابدومن او سنترال اديبوستي، عنده ابدومن اوبيستي، وان عنده ريسك ان يحصل له ميتابوليك سيندروم اللي هي الهايبر ليبيديميا والهايبر تنشن والدايابيتس. بعد كده يا دكاترتنا الاعزاء لو جينا نتكلم على نعدي بس السلايد، لو جينا نتكلم على الابيدميولوجيا عشان تعرف مدى انتشار موضوع الاوبيستي في العالم، هنلاقي يا دكاترتنا ان يعني على مستوى العالم في حوالي 600 مليون واحد عنده اوبيستي، وان في الاطفال حوالي 100 مليون، وان الفيميل اعلى من الميل. طبعا الفيميل اعلى من الميل السبب الرئيسي في ذلك ليه موضوع الفيزيكال اكتيف. طبعا الميل نتيجه اللي هم الاعتماد عليهم في الشغل والمشاوير الخارجيه وطبيعه العمل الخارجي، فهم يعتبر عندهم الاحتماليه اعلى من الفيميل، في حين ان الفيميل نتيجه يعني قله الفيزيكال اكتيفيتي والقعده في البيت والشغل كل ما كان الاحتماليه اقل. لو بصينا في التوزيع الجغرافي للانسيدنس بتاع الاوبيستي هنلاقي ان منطقه امريكا ودول الخليج ومصر وجنوب افريقيا هي من اكتر المناطق اللي فيها اللي هي بيحصل فيها انسيدنس عاليه للاوبيستي. في مصر موضوع الاوبيستي فيها خطير وبانسيدنس عاليه جدا جدا جدا، وده معناها ان تحذير من انتشار وتفشي الاوبيستي في مصر، وده يمكن الحملة 100 مليون صحة اللي كانت بدأت الدولة إن هي تلجأ إليها للتوعية بأضرار الأوبيستي من الأول، وإن الناس اللي هم أوبيز ياخدوا البركوشنز وما يستنوش إن لما الأوبيستي تتسبب في مشاكل قد تكون irreversible ولا يمكن تداركها في هذه الحالة. طبعا كل ما زاد مستوى المعيشة والرفاهية زي دول الخليج كل ما كان الأوبيستي والاعتماد على جانك فود، نفس الكلام في امريكا. لو تلاحظ ان هتلاقي ان دول كل ما كان فيها مجاعات كل ما تلاقي الاوبيستي قليله عند سوق اوكي دكاترتنا. طيب لو عاوز اعرف بقى الامباكت اوف اوبيستي على الاقتصاد العالمي، هنلاقي ان مثلا في دراسه اتعملت في يو اس اي فبيصرفوا حوالي 1.42 تريليون، يعني 1420 مليون 1420 مليون ايه اعتقد مليار، تريليون ده اللي هو 1000 مليار،
على الاوبيستي، وكان من اكتر الحاجات اللي بيتم استهلاك فيها الفلوس هو موضوع الباك بين والدايابيتس والهايبرتنشن والاوسترسايتس. يعني هو اساسا مريض اوبيستي، ولكن ليتر اون تسبب في الكوموربيد كونديشن وادى الى حدوث هذه الامراض، وبالتالي بداوا يصرفوا على هذه الامراض، والنت ريزلت في هذه الحاله هو حدوث الكوموربيد كونديشن وحدوث اللص الجامد جدا في الاقتصاد العالمي. لو جينا بعد كده نتكلم على ايه السبب في الاوبيستي وازاي بيحصل، هنلاقي ان دايما وابدا ان هو في حاجه اسمها انرجي ستور او نت انرجي ستورج. الطبيعي ان يبقى الانسان في بالانس ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، وان يعني الانتيك يساوي الاوتيك. طب الانتيك بيجي منين؟ بيجي جاست فروم ايتينج، يعني اي انرجي بتيجي للجسم هي جاست فروم ايتينج. طب ده الفيدنج للانرجي ستور. طب استهلاك الانرجي بقى نفسها او الانرجي اوت بوت بيطلع على هيئه اربع اشكال نركز فيهم يا دكاتره. اول حاجه البيزال ميتابوليك ريت، اللي هي الطاقه الحيويه الاساسيه في الجسم، اللي هي عمل الفانكشن، عمل الاورجان بتاع الليفر، عمل الاورجان بتاع الكيدني، عمل الاورجان بتاع الهارت. دي بيز، ده حتى لو هو ما بيتحركش، حتى لو ما بيروحش مشاوير، حتى لو نايم على السرير على طول، في بيزال ميتابوليك ريت. بعد كده بيقول لك ايه اكتيفيتيز اوف لايف، اللي هو الانشطه العاديه في الحياه، يعني رايح شغله، رايح يصلي، رايح مثلا وهو في شغله مثلا بيطلع من مكان لمكان، مكتب لمكتب، دي كلها الاكتيفيتيز اوف لايف، دي كلها بتستهلك طاقه. وبعد كده تشوزن اكتيفيتي، اللي هي الممارسات الخاصه زي لعب رياضه، يروح جيم، الحاجات دي كلها بنسميها تشوزن اكتيفيتي، ودي برضو احد الحاجات اللي بيحتاج طاقه زياده عن اللازم. واخر حاجه الهيت نيد، ودي طبعا احتياجنا للحراره والتدفئه، ودي بتبان في الشتاء، لان اثناء الشتاء زي ما احنا عارفين الجسم عاوز يدفي نفسه، وده بيخلي الانسان ياكل بمعدل اعلى شويه جاست ان هو يوفر الهيت والدفء للجسم. يبقى تاني المفروض يبقى فيه انرجي ستورج ثابت، وفي بالانس ما بين الان والاوت، الان عن طريق الايتنج، والاوت عن طريق الاربع فورمز اللي بتطلع منهم الطاقه في الجسم. اول حاجه البيزا ميتابوليك ريت ديت الاساسيه، حتى لو هو نايم على السرير وما بيعملش اي اكتيفيتي او كريتيكال ال، البيزا ميتابوليك ريت ده ثابت ودايم. بعد كده الاكتيفيتيز اوف لايف، اللي هو يروح شغله، يطلع السلم، يروح يصلي، وهو في شغل من مكان لمكان. التشوزن اكتيفيتي اللي هو الانشطه زي يلعب رياضه، يلعب جيم اند سو اون. الهيت نيد اللي هو اثناء الجو الساقع، قال يحتاج الانسان نتيجه الساعه ان هو ياكل جاست ان يطلع له طاقه في هذه الحاله. لو بصينا بعد كده في ال ايه اسباب الاوبيستي، بالنسبه لاسباب الاوبيستي هنلاقي ان هو المفروض فيها اكسس فود انتيك. مع لو تلاحظ احنا كان في كفتين المفروض بالانس الانتيك والحاجه اللي تطلع فيها الطاقه، فلو حصل في اكسس فود انتيك وان الفيزيكال اكتيفيتي قلت مع وجود الجينيتك سسبتابيلتي، دي برضو كلها اسباب، والاندوكراين ديس اوردرز او انه يكون عنده مشاكل في الاندوكراين اللي هو بالاخص الهايبوثايرويديزم، او بعض الميديكيشن، او المنتال ديس اوردرز، بعض المشاكل السيكاتريك ممكن يكون لها علاقه بالاوبيست. فلو بصينا في الفيزيكال اكتيفيتي، ان 30% من استخدام التكنولوجيا الحديثه ساعدت على حدوث الاوبيست. يعني زمان كان الواحد يروح المشوار بالعجله او يروح المشوار ماشي، دلوقتي لا، بقى كله بيركب المواصلات او بعربيته، فبالتالي اصبح ان مفيش سبيل للعمل الرياضه او فيزيكال اكتيف، فبدات تقل. حتى الواحد كان زمان يروح يزور الاقارب والكلام ده، ولكن دلوقتي بقى كله بالتليفون والموبايل والكلام ده كله واللابتوب، فبالتالي اصبح ان مفيش فيزيكال اكتيفيتي نتيجه التكنولوجيا الحديثه ووسائل الترانسبورتيشن الحديثه، وده عمل زياده 30% في الانسيدنس اوف اوبيستي. انشغال الحياه طبعا، بدا الاعتماد على الجانك فود، هم اكثر اولادنا اللي هم في المدارس، حتى الموظفين والشغل نتيجة من وظيفة لوظيفة، فبدأ ياكل في الطريق، راح ياكل من أي مطعم حاجات سريعة، جا جانك فود، وفي الآخر تلاقي إن هي يعني كلها يعني مليانة دهون، وفي نفس الوقت مش صحية، فتساعد على زيادة الأوبيستي. لا، كتر الاعتماد على الجانك فود اللي هو ماكدونالدز وكنتاكي، الحاجات دي كلها أدت إلى زيادة الأوبيستي.
الجينيتك سسبتابيلتي ان هو في بعض الناس عندهم يعني ران ان فاميليز، ولكن ده لازم بيصحبه برضه زياده في الفود انتيك، يعني يبقى عنده جينيتك سسبتابيلتي يزيد معاها الفود انتيك واللي بعد كده يتسبب فيه الاوبيسيتي. انما الجينيتك سسبتابيلتي لوحدها لو ما قدرش يسيطر على نفسه مش هيحصل الاوبيسيتي. لو قدر يسيطر على نفسه ما ياكل ما يزودش الفود انتيك ممكن ما يحصلش الاوبيسيتي. بعض الادويه زي ما احنا قلنا من شويه الكورتيكوسترويد طبعا دي من الحاجات بتعمل صوديوم ووتر ريتنشن، الانسولين لانها بتخلي الجسم سايق جلوكوز وما بيستهلكش الفات فبتدي يحصل تجمع للفات في الاديبوز تيشو وبتدي يحصل الاوبيستي. نفس الكلام بالنسبه للسلفونيل يوريا والجليتازونز. الاندوكراين الهايبوثايرويديزم بيقل فيها معدل الميتابوليك ريت عموما في البادي، فحتى الجسم بيبقى كسلان وبيبقى كول ويحس كده ان هو عنده خمول ومش قادر يتحرك مش نشيط. في حاله الهايبوثايرويديزم في هذه الحاله بيقل الميتابوليك ريت في البادي وبيبتدي الجسم يحصل له يعني يقل العمليات الحيويه، فالبيزل ميتابوليك ريت بيقل فبالتالي الانرجي اوت بوت بيقل، فمع نفس معدل الاكل ممكن يحصل الاوبس. يبقى الهايبوثايرويديزم كاندوكراين، يبقى بعض الادويه كورتيكوسترويد والانسولين والسالمونيلا يوريا الجينيتيك، ولكن لازم يصحب ذلك زياده في الفود انتيك جانك فود، ومع مشاغل الحياه بدا الاعتماد على جانك فود بمعدل عالي. الاولاد في المدارس بيطلعوا من درس لدرس فبياخدوا جانك فود كتصبيره غير ما يرجعوا يتغدوا، كل الكلام ده بيؤدي الى زياده الاوبيستي بالاضافه الى الفيزيكال ان اكتيفيتي اللي هي بدات تزيد معدلها جامد جدا نتيجه الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثه والترانسبورتيشن. لو جينا بقى نشوف ايه اشهر الهرمونات والنيورو ترانسميتر اللي هي انفولفد في الفود انتيك، والكلام ده مهم ليه؟ لانك لما هتشوف الدراج ثيرابي هتلاقي ان كتير من الادويه بتلعب على الهرمونات دي، بحيث ان او حتى الادويه الاندر انفستيجيشن برضه بتلعب على الموضوع ده، لان هي الحاجات دي بقت هي زي كما يقال يعني هي الوسيله والمستقبل في الريسيرش الخاصه بالاوبيستي. بالنسبه للاوبيستي اكتر تو ميجر هرمونز انفولفد هو الليبتين والغيرلين. الغيرلين ده هرمون اكتشفوه حديثا من الجت، وده بيسموه الهانجر هرمون، يعني ده لما بيطلع يجي الانسان يحس بالجوع بيطلع من الجت. والليبتين عكسه ده بيطلع من الاديبوز تيشو لما وده يعني بيدي احساس بالشبع. حتى الصوره اللي على اليمين لو تلاحظ هتلاقي ان عندك والانسان اثناء الجوع تلاقي الغيرلين هو اللي افرازاته عاليه والليبتين قليل جدا. لما الانسان بيبتدي ياكل وتيجي شويه دهون تروح للاديبوز تيشو يبتدي ينشط الليبتين ويقل دور الغيرلين ويبتدي الاحساس بالشبع هو اللي موجود. بجانب كده برضه في هرمونات اخرى زي الجي ال بي اللي هو الجلوكاجون لايك بيبتايد تايب 1، ودي بتطلع من الجات ودي بتدي احساس بالساتايتي اللي هو الشبع. النور ابنفرين والسيروتونين 2 سي، خلي بالك من هنا نوع السب تايب مهم جدا لان يعني ده الاساس. يبقى النور ابنفرين بيزود الحرق وبيعمل ساتايتي، السيروتونين 2 سي ده برضه بيعمل نوع من الشبع. برضه نفس الكلام الهستامين تايب 1 وتايب 3 ده برضه بيعمل نوع من الشبع. خلي بالك ان في ادويه اللي هي الانتي هيستامينك، وزاد الانتي هيستامينك دي بتعمل نوع من الهانجر سنسيشن، اللي عاوز ياكل كتير. حتى كتير من الدكاتره لما تيجي تعالج مثلا حد عنده نحافه يبتدي ممكن تفاجئ ان في ادويه النحافه حاطط له دواء انتي هيستامينك. الفكره كلها او الكونسبت ان علاج دواء الانتي هيستامينك في هذه الحاله ان الانتي هيستامينك الهستامين نفسه تايب 1 كان بيعمل شبع، انما لما تدي انتي هيستامينك تايب 1 اللي هو العلاج الحساسيه تلاقي ان هو عاوز ياكل كتير. حتى تلاحظها الامهات لما يبقى في الاطفال لما تلاقي مثلا الولد نتيجه دور برد ولا حاجه والدكتور كاتب له دواء الحساسيه، فتلاقي ان معدل الاكل بيبقى عالي جدا عنده وتلاقي بياكل معدل بشراهه عالي. خلي بالك ان ده بالنسبه للانتي هيستامينك تايب 1 وتايب 3، انما الاتش 2 بلوكر اللي هو الانتي هيستامينك تايب 2 ده بتاع المعده، ده ملوش دعوه خالص لا بالهانجر ولا بالساتايتي، ده له علاقه بالاسيد سكريشن عشان بس الكلام يبقى واضح. نتعلم من الكلام ده ان لو انت عندك حاجات هتزود تاثير النور ابنفرين، حاجات هتزود تاثير السيروتونين، او حاجات هتزود تاثير الهستامين تايب 1 او 3، دي كلها هتساعد على ديكريز الفود انتيك واحساس بالشبع
بالإضافة إلى ممكن كمان تزود حرق الدهون في الجسم. الجي ال بي برضه نفس الكلام، خلي بالك نور البنفرين والسيروتونين والهستامين لهم سنترال أو بريفرال ريسورسز. الجي ال بي جاست من الجت، الليبتين من الأديبوس تيشو، الغيرلين وده بيسموه هرمون الجوع وده بيطلع من الجت، الدوبامين ده بيطلع سنترال أو بريفرال، والدوبامين بيزود الهانجر سنسيشن. هما حاجتين بيزودوا الهانجر سنسيشن، الدوبامين والغيرلين. حتى بيقول لما الانسان بيشم ريحه اكل كويس، يجي يروح البيت مثلا شم ريحه اكل كويس، بينشط الدوبامين بمعدل عالي جدا، وده بيدي احساس بالجوع. تلاقي الانسان عاوز ياكل نتيجه ان هو شم ريحه كويسه، نتيجه الدوبامين هنا بيشتغل. لما بيبتدي ياكل نفس الريسبتورز اللي كان شغال عليها الدوبامين بيبتدي تقل دورها، ويبتدي السيروتونين هو اللي يبقى ليه الابر هاند اللي هو تايب 2 سي، ويبتدي الانسان يبتدي يحس بالشبع. فده حاجه بالانس رباني، ان الانسان هو ماشي شم ريحه اكل كويسه، الدوبامين يطلع، يبتدي يحس بالجوع، تلاقيه هو جعان عاوز ياكل. ليتر اون لما يبتدي ياكل الدوبامين بيبتدي يقل، لان السيروتونين هو اللي بيطلع ويبقى ليه الابر هاند في هذه الحاله، والشعر الريسبتور يعمل ديكريز في الابيتايت. اوكي يا دكاتره، السيرابيوتيك جول، لما نبتدي نتكلم على السيرابيوتيك جول في هذه الحاله، هنلاقي ان دايما زي ما احنا عارفين ان اي جول في اي تريتمنت هما الاربع نقط الرئيسيه. اول حاجه اللي هو امبروف كواليتي اوف لايف، وان البيشنت فعلا يقدر يقوم بالنورمال فيزيكال اكتيفيتي وما يحسش ببين وما يحسش باي اعراض او ديكريس في الفيزيكال اكتيفيتي، والمود يبقى كويس، والديسفيجرنج اللي بيحصل من الوزن. تاني حاجه ان انا اوصل للجول، والجول في هذه الحاله ان انا اعمل ديكريز من 5 ل 10% اوفر 6 مانثس، ان انا انزل الوزن من 5 ل 10% خلال 6 شهور. خلي بالك هنا الجرادوال ديكريز، لان هو طبعا لما زاد الوزن ما زادش فجأة، الوزن لما بيزيد بيزيد على مراحل وعلى فترات. فلما نيجي نعمل ديكريز ينصح ويفضل دائما وابدا ان يبقى عندنا جرادوال ديكريز عشان الجسم يتقبله. انما الحاجات اللي بتبقى سيفير اكشن وتعمل خلال شهر ولا حاجة ديكريز، ده ممكن الجسم ما يتحملوش، لأنه هيبقى مجهد للجسم وهيعمل فاتيج وويكنس، وممكن الكومبلاينس أو التقبل ساتسفاكشن ما يبقاش مقبول من الجسم، وتلاقيه هو على طول ما يقدرش يتحمل ويرجع تاني. فالصح إن يبقى جرادوال ديكريز، وإن التارجت في هذه الحالة من 5 إلى 10% ديكريز على مدار 6 أشهر. برضو ان احنا نمنع الكومبليكيشن اللي هي ممكن تحصل من الاوبيستي، اللي هي سواء كان ميتابوليك او كوموربيد كونديشن اللي احنا قلناها، ونمنع برضو ريسك فاكتورز في هذه الحاله. خلي بالك ان لما هنيجي ندرس الميديكيشن هنلاقي ان بجانب الميديكيشن اللي هي اكسبت من الاف دي ايه، هتلاقي الكثير والكثير من الميديكيشن اللي هي هيربال او اساسها مش دراجز، ولكن اساسها يعتبر في هذه الحاله دايتري سبلمنت، وكتير منها يا اما فشل ان هو يعني يا اما هو نزل بترخيص زياده الصابلم فما مرش على الاف دي اي وما مرش بالريجوليشن المطلوبه. فعشان كده الاف دي اي بتحذر، بتقول لك ان الهيربال برودكت اللي ان غالبا هينزل كانها دايت سبلمنت وما خدتش ريجوليشن خاصه بيه دراج سيرابي، فهي ليست مضمونه كاكتيفيتي، نوت جرانتد، اللي هي ليست مضمونه كاكتيفيتي رغم انتشار وشيوع استخدامها. وهنا هتلاقي المشكله دائما وابدا لما ناخد مع بعض، لا اما مشكله ان الافيكاسي مش كويسه ومش قويه، مش دايما مستمره مع البيشنت، مش ما جابتش 90% اكتيفيتي، فتلاقي مثلا بعض الناس تجيب معاها وبعض كتير ما بيجيبش، او مشكله سايد افكت وان في خطر معين وان ان ريجوليتد يوز بتاعها ممكن يؤدي الى مشاكل كبيره، او التخوف من انها تكون لها اثار سلبيه. المهم الاف دي ايه بتحذر من ان ما يسمى بالهيربال والفود سبلمنت لعلاج الاوبيستي هي ليست مضمونه العواقب، وان هي ما خدتش الريجوليشن عشان كتر شيوع استخدامها لا يتسبب ان البيشنت يثق ان هي شغاله كويس، وده هنمر عليها في الميديكيشن. كان في دواء يعني لغايه السنه اللي فاتت كنا احنا بنشرحه لما بنخش على الادويه، اللي حاجه اسمها لوركاسيرين، وده كان بدا ينزل في السوق المصري، ولكن في شهر 2 2020 جاء ان وجد ان هو في ريبورتات قويه لكانسر ريسك، وطبعا بدا ان هو يحصل له الزرول وتم سحبه من السوق، واصبح ان هو مش موجود عالميا.
كان قبله في حاجة اسمها الميريديا اللي هو السيبيوترامين. السيبيوترامين ده كان قعد فترة ما يقرب من 10 سنين وكان شغال كويس وكل حاجة، ولكن برضه نتيجة ريبورتات ان هو بيعمل مشاكل على القلب برضه يتشال في هذه الحالة. فبالتالي لو سمعت حد يتكلم عن اللوركاسيرين هتقول له ده هيستوري، لان خلاص بس اللوركاسيرين اتشال في شهر 2 اللي فات، شهر 2020. فبالتالي ممكن ده اللي تلاقي بعض الناس تتكلم عنه، انما السيبيوترامين اللي كان نازل تحت اسم ميريديا ده هيستوري من زمان، ده تقريبا اتسحب ماركت في يعني ما بين 2005 و2010 في الفترة دي، بعد ما كان قاعد فترة حوالي 10 سنين كان جايب نتيجة كويسة جدا وكان معروف في السوق المصري، وكان في حاجة اسمها سيليماكس وميريديا اند سو اون. اللوركاسيرين الاكشن بتاعه سيروتونين 2 سي اجونست، سيروتونين 2 سي اجونست معايا دكاترة، وده اللي احنا كنا واخدينه من شوية، وقلنا معظم الأدوية والميديكيشن هتلاقيها بتعتمد على الأدوية دي. السلايد بعد كده بتوضح لنا كيفية التعامل مع البيشنت اللي هو الدياجنوز اند ميديكال مانجمنت اوف اوبيزيتي. السلايد بتقول لو وزنه اقل من 25 اللي هي باللون الازرق، نمسكها مع بعض، لو وزنه اقل من 25 وما عندوش كوموربيديتي، وهو ده يعتبر نقول عليه البرايمري ستيت، وان هو ما فيش اي ريكومنديشن عنده ولا محتاج اي حاجه، هو عايش حياه، هو هيلث لايف ستايل، ما فيش اي مشكله. طيب لو دخلنا ان هو دخل في الاوفر ويت ولكن ما عندوش الكوموربيد كونديشن اللي هي في الليسته البيضاء اللي عندك دي، الليسته البيضاء دي كوموربيد كونديشن، عنده اوفر ويت ولكن ما عندوش الكوموربيد كونديشن اللي هي في الليسته البيضاء دي، نقول في هذه الحاله ان هو سكندري ستيت، وان هو نقول له خلي بالك لايف ستايل، يعني حاول ايه تزود الفيزيكال اكتيفيتي وايه وتقلل الاكل شويه وتنام كويس اند سو اون. خلي بالك برضو نسينا نتكلم عن نقطه ان النوم وعلاقته بال بال بما يسمى الاوبيستي، ان طبعا عدم انتظام النوم عن طريق الهرمونات المختلفه، ودي فيها كلام وفيها تفاصيل كتير، ولكن يعنينا ان عدم انتظام النوم يساعد على الاوبيستي. الناس اللي ما بتنامش معدلات كويسه، الناس اللي ما بتنامش بالليل اللي بتنام بتاعك الصبح مع بالليل، ده كل ده بيقلل معدل الحرق عندها نتيجة تغيرات هرمونية، وبالتالي في هذه الحالة بيزيد احتمالية الأوبيستي عندها. فالنوم كويس والنوم لفترات معقولة ولا زيادة ولا بتاع ولا قليلة جدا، والنوم وإنك يبقى فيه قسط من النوم أثناء الليل ده مهم جدا في هذه الحالة. طب لو كان الوزن فوق ال30 ولكن مازال لا يوجد هناك كوموربيديتي، برضه نقول له لايف ستايل، ولكن ممكن تدخل إيه ميديكيشن معايا دكاترة. يبقى هنا اوفر ويت وما عندوش كوموربيدتي، نقول له ماشي هيلث لايف. اعلى من 30 هو اوبيز ولكن ما فيش كوموربيدتي، نقول له ممكن ميديكيشن مع لايف ستايل. طب اعلى من 25 ولكن في كوموربيدتي، ولكن الكوموربيدتي 1 اور مور بس مايلد، يعني عنده سكر بس متظبط ومش عالي قوي، عنده هايبرلينيديميا مش مشكله، عنده مثلا اسس ارثرايتس في بدايتها، نقول في هذه الحاله ننصحه بالميديكيشن وننصحه بيه اللايف ستايل تشينج اللي هي نون فارماكولوجي. طب لو كان اعلى من 25 بس عنده واحده من الكوموربيديتي بس سيفير، عنده مأثرة على الكارتريدج ومش قادر يمشي، عامله تايب 2 دايابيتس وان كنترولد، وبدانا بيخش في مشاكل على الكلى وعلى القلب، عامله مثلا يعني حاجات مأثرة على الفيرتيليتي خالص، عامله له انفيرتيليتي، مفيش قدره على انتاج السبيرم والكلام ده كله، في هذه الحاله نقول ان احنا لازم بجانب اللايف ستايل وجانب الميديكيشن ممكن ندخل البارياتيك سيرجري اللي هي الجراحات الخاصه بالاوبيستي، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل مع بعض يا دكاترتنا ان شاء الله. يبقى تاني الكيرف ده بيوضح، او التيبل اللي قصادنا بيوضح تصنيف الكرونيك ديزيز فيز اوف بريفنشن، اللي هو تصنيفه وفقا للبريفنتيف ميجر اللي ممكن لازم تتبع معاه. لو كان نورمال ويت ونو كوموربيديتي ده نقول عليها برايمري ستيت اوف بريفنشن، ودي يمشي على حياته الطبيعيه مش محتاجه اي تدخل. طب لو بدانا نخش في الاوفر ويت بس ما عندوش كوموربيديتي، ايه هي الكوموربيديتي اللي هي موجوده في الليسته الكولم الابيض اللي احنا شايفينه، نقول في هذه الحاله لا كفايه يكفي جدا نون فارماكولوجيكال. طب لو اعلى من 30 وما عندوش كوموربيديتي، نقول بجانب النون فارماكولوجيكال دخل الدراج ثيرابي. طب لو اعلى من 25 وعنده كوموربيديتي، نقول زي الحاله اللي قبلها، يبقى اوبيز وبدون كوموربيديتي تساوي ان هو اوفر ويت ولكن في بدايات الكوموربيديتي، في كلا الحالتين بجانب النون فارماكولوجيكال دخل دراج ثيرابي. طب الحاله الثالثه
نقول لو كان اعلى من 25 بس عنده one severe complication، عنده one severe complication من الحاجات، يعني عنده بيتس عالي قوي 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 مش منتظم، عنده احتمالية الهايبرتنشن عالية قوي ممكن يخش في emergency، عنده female infertility معاه دكاترة، كل الكلام ده لو بيحصل في هذه الحالة نقول لازم ان احنا بجانب الميديكيشن واللايف ستايل اللي هي النون فارماكولوجيكال لازم ندخل سيرجري في هذه الحالة. النون فارماكولوجيكال يعني خلينا نتكلم عنها بالتفصيل، اول واهم حاجة على الاطلاق الفيزيكال اكتيفيتي، لازم نزود الفيزيكال اكتيفيتي. خلي بالكم يا شباب ان كتير من موضوع الاوبيستي بيبقى موجود في امهاتنا الكبار في السن والستات الكبار في السن، ونتيجة طبعا ان هي ما كانتش بتشتغل وان هي ست بيت، ولما بدأت تحصل المشاكل بتاع مثلا القعدة في البيت وست تايم، ما عادش هي بتعمل فيزيكال اكتيفيتي، بدأت تعتمد في شغل البيت على الولاد والكلام ده كله، بدأت هي حركتها تقل، لتر ان ممكن تفاجأ ان هي نتيجة قلة الفيزيكال اكتيفيتي تحصل لها الاوبيزي. المشكلة هنا بقى ان هي كل لما تيجي تنصح بأدوية او بانترفنشن تلاقي ان العائق الاساسي ان هي ما بتزودش فيزيكال اكتيفيتي، فتلاقي كتير من امهاتنا كبار في السن تلاقي حركتهم قليله جدا، ما بيخرجوش ما بيروحوش هنا ولا هنا، وحتى في البيت تلاقي الحركه قليله ومعتمده على الاولاد، في هذه الحاله ريسك عالي جدا للاوبيستي. فاحنا دايما بننصح لازم يبقى في زياده في الفيزيكال اكتيفيتي، لازم يبقى في مشي من 3 ل 5 ساعات بير ويك، طبعا دي تتقسم على مدار اليوم، مش لازم مش يوميا 3 ل 5 ساعات لا، ولكن على مدار اليوم على في خلال اسبوع يكون مشى من 3 ساعات مثلا، يعني 3 ساعات يعني كام 300 3 ساعات يعني 180 مينت ل 300 مينت معايا دكاترة، والله كل يوم يمشي نص ساعة ما فيش مشاكل ماشي انسو. الفيزيكال اكتيفيتي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتحرق الفات في منطقة الوسط اللي هي الخصر، وكمان بتقلل البودي فات وبتعمل ديكريس في الويت. وطب لو واحد كان اوبيز قوي وجاي يبدا فيزيكال اكتيفيتي، نقول له ابدا بالراحه سلولي بات كونتينوس، المبدا المعروف سلولي بات كونتينوس، يعني ابدا بمعدل ما يتعبكش وما يضرش بيه جسمك، وبعد كده ابتدي زود جرادوال بحيث ان جسمك يتحمل، انما مش من اول يوم جاي ماشي، يوم جاي تقول ماشي لازم تمشي ساعه، طب هو مش قادر رجله هتوجعه مش متعود مش بينهد، هتقول ماشي الاول 10 دقايق، بعد كده تزود ربع ساعة، بعد كده نص ساعة، بعد كده ويست تايم، هو نفسه لما يتعود على المشي هتلاقيه بيقدر يجيب أكتر وقت. بالنسبة للفيزيكال أكتيفيتي زي ما احنا قلنا، الفيزيكال أكتيفيتي ممكن الأول تبقى بتراديشنال وورك اللي هو طالع السلم بيتمشى في الشارع، أو ممكن تبقى ترين يعني اللي هي ممارسة رياضة زي ما احنا شايفين اللي هو الجري وكرة القدم واللعب بالعجل، أو ممكن تكون اللي هي الفتنس اللي هو الجيم، وده ينصح بيه مرتين يعني لثلاثة يوميا، والجري او او اللعب الكورة او لعب التنس او العجل ينصح بيه برضو 3 مرات اسبوعيا، ويوميا لازم يبقى فيه مشي ولو خفيف ان شاء الله، حتى يروح يصلي ان شاء الله، حتى يتمشى مع العيلة شوية في بعد العشاء ان شاء الله. ده ننصح بيه بالذات لمريض الاوبتي، بيزود فيزيكال اكتيفيتي كاكتيفيتي عادية كرياضية كفتنس وجيم، أو ودي من الحاجات المهمة جدا. طبعا هو هنا بيقول لك في الآخر خالص إن أقل حاجة يعملها هو التي في جيمز، يعني كأنه بيقول لك بلاش موضوع القعدة قدام التلفزيون اللي هي ممكن تتسبب في أوبيستي. لو جينا بقى نتكلم تاني حاجة على الدايت، الدايت ده هنا بقى ودي أحد الأدوار المهمة جدا جدا للصيدلي، وما أكثر صيدلة اللي بيحاولوا يتميزوا أو بيتميزوا فعلا في النقطة دي، لان هما بيقدروا يعملوا برامج للكاستمرز والزباين والعملاء في الصيدليه، وبيتابعوهم ويبتدي فعلا يعملوا دور مجتمعي وتوعوي قوي جدا. القاعده العامه بالنسبه للدايت في الاوبيستي هو لو كالوري دايت اللي هي ال سي دي، وهنا اي دايت هتوفر لو كالوري فهي اكسبتد، ودايما بتبقى نقلل فيها الفات ونقلل فيها الكربوهيدرات، البروتين يبقى بالانسد ونزود فيها ايه الفايبر، يبقى تاني نقلل الفات والكربوهيدرات والبالانس، البروتين يبقى بالانسد وقلل وزود الفايبر اللي هي الفايبر له كالوري، فيبتدي ياكل مثلا خضروات كتيره، لما يملى بقى لما يجي ياكل نجيب له طبق السلطه الاول، ياكل طبق السلطه على قد ما يقدر ويملى منه اللي هي الفايبرز والفواكه والخضروات، وبعد كده جزء الكربوهيدرات اللي هو الرز
الرز او جزء بعد كده الفات اللي هو اللحمه او الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها دهون، الحاجات الجريل والكلام ده كله نقللها على قد ما نقدر، والعصاير والشوكولاته والحلويات دي تقلل على قد ما تقدر، يبقى قلل الفات وقلل الكربوهيدرين، بالانس بروتين وزود الفايبرز دي كلها. اي دايت بالاسلوب ده فهي اكسبت، مفيش افضليه لدايت عن التانيه، ولكن الافضليه للبيشنت بريفرنس اللي هو اولويات البيش او تفضيل، لانك انت ممكن تعرض عليه نوع من الاكلات ما يحبهاش، يعني تعرض عليه سمك يقول لك لا ما بحبش السمك، تعرض عليه فراخ ما يحبش الفراخ and so on. فبالتالي وفقا للحاجات اللي هو بيحبها بتبتدي تعمل له الادجستمنت، وكل واحد يبقى ليه الاندفيدوال دايت بروجرام الخاص بيه، فانت بتوري له اوبشنز ويقول لك انا بحب ده وده وده وده، فتسمع منه، وبعد ما بتسمع منه تبتدي انت تقول له خلاص قلل الحاجات دي معدلاتها تبقى قد ايه. وما اكثر البروجرامز اللي موجوده على النت انت ممكن تقراها وتطلع عليها وتختار للبيشنت البرامج اللي تتناسب مع الحاجات اللي هو بيفضلها في الاكل، والحاجات اللي ما بيفضلهاش طبعا هو كده كده ما بياكلهاش، انما الحاجات اللي بيفضلها ولكن ضاره نقول له وقفها، الحاجات اللي بيفضلها ومش ضاره نقول له كتر منها لان دي هتفيده. القاعده بتقول ان المفروض الدايت توفر دايت للناس الاوبيز اللي هي اللو كالوري دايت تقلل 500 كالوري بير دي، يعني لو واحد اوبيز نقول له والله لو كان طبيعي ان الكالوري مثلا يبقى عندك مثلا 2200 كيلو كالوري بير داي، لا اثناء الاوبيستي نقلل الكالوري انتيك يبقى في معدل 500، ويبقى من 1200 ل 1800 للفيميل. طبعا ده وفقا للبودي بيلدينج، كل ما كان البودي بيلدينج قليل كل ما كان 1200، كل ما كان البودي بيلدينج كبير كل ما كان 1800. بالنسبة للميل من 1500 ل 1800 طبعا ده هيبقى ايه المعدل الطبيعي، ان كان بيوصل للميل ل 2004 من 10 2400 كيلو كالوري، فطبعا في هذه الحالة لازم يقلل 500، يعني هو هيقلل 500 بحيث ان المعدلات تبقى من 100 من 1200 ل 1800 في الفيميل، ومن 1500 ل 1800 للميل، وده وفقا للبودي بيلدينج في هذه الحالة. الطبيعي لما هيمشي على النظام ده بتاع التغذية مع الفيزيكال اكتيفيتي يحصل ويت لوس ب 8% في خلال 6 أشهر. ده يمكن يوضح لك بعض الأمثلة للدايت بروجرامز اللي هي ممكن نعتمد عليها أو يمكن الاعتماد عليها في موضوع الأوبيستي، يعني حاجات اللي هي إيه طبعا في الفطار والوجبات والغذاء والعشاء، كل الحاجات دي كلها حاجات ريكومنت في هذه الحالة. طبعا العصاير طبعا يفضل إنها تبقى عصاير بيور بدون إضافة السكريات and so on. في بقى موضوع اللي هو بدأ ياخد يعني ضجة اليومين دول اللي هو الكيتوجينيك دايت، وبعض الدكاترة ينصح بالكيتوجينيك دايت في التخسيس، ولكن يعني لازم الشيء يذكر على كامل وجهه، وإن ما ناخدش منه لقطة ونسيبه لقطة عشان ما نكونش إن إحنا تسببنا في مشاكل. وخاصة المشكلة اللي بنقابلها إن الانفتاح في اليوتيوب والميديا بقى اي حد يقول اي حاجه سواء على الاعلام في التلفزيون او على اليوتيوب او على النت، وكتير من الناس بتمشي ورا الحاجات دي بدون ما تعرف التو سايد، يعني طبعا اللي بيتكلم بيبقى واخد وان سايد وممكن يكون سايب الانذر سايد. فدايما وابدا دورنا احنا ان احنا نعمل اللي هو بنسموها الحكم الفصل، يعني احنا لا نميل لا كده ولا كده، نقول مميزاته والعيوب وبحريه البيشنت، لان لو هيمشي على هذا الاتجاه لازم ان هو يعني يكون ملم بالاضرار اللي قد تحدث. خلينا نتكلم بقى عن الكيتوجينيك دايت. الكيتوجينيك دايت هي كيتو دايت او ساعات كيتو دايت، ودي كانت معروفه اصلا اوريدي لعلاج الدايابيتس. الدايابيتك عنده جلوكوز عالي، فلا ينصح دائما ليه باكلات فيها هاي جلوكوز. طب المشكله ايه؟ المشكله ان في الانسان الطبيعي اللي ما عندوش دايابيتس كان الاكل لازم يكون متوازن فيه كربوهيدرات وليبيد وبروتين. الكربوهيدرات الطبيعي ان هي مثلا ايه لوحدها، كربوهيدرات لوحدها تمثل ما يقرب من 60% من الايه من الدايت، من خم يعني من 50 ل 60 50% من الدايت، وبقيه الجزء الثاني الليبيد مثلا يمثل يعني حاجه و20 يعني، او يعني لو قلنا الجلوكوز مثلا كربوهيدرات يمثل 60، الليبيد يمثل مثلا 25 او 30 بالكثير، والبروتين يمثل حوالي 20 الباقي معايا دكاترتنا. ده البالانس الدايت في الانسان الطبيعي. فالكربوهيدرات كان بيبقى ليه يعني الجزء الاكبر واليد العليا عشان موضوع انه يوفر انرجي، ان هو المين سورس للانرجي عن طريق الجلوكوز. في حاله الدايابيتس طبعا احنا عارفين في مشكله هاير جلوكوز ليفل، ف
فاحنا ما بنعتمدش على الكربوهيدرات كمين انرجي سورس، وبيبقى في هذه الحاله الفات ريتش سورس هي ايه الاساس. فبنعكس، بنخلي الكربوهيدرات قليل قوي على اساس انه ما يعلاش سكر، وندي دايت غنيه بالفات عشان ما يعليش سكر وتبقى عندنا مشاكل الدايابيتس في هذه الحاله. فطبعا الكيتو دايت كانت عباره عن دايت كربوهيدرات فيها قليله وغنيه بالفات، دي كان اساسا معروفه لعلاج الدايابيتس، ودي عشان مشاكل الهايبر جلايسيميا. بدأ حاليا ان يتم وصفها بتوسع في موضوع كان برامج الغذائيه في الاوبستي. طيب ايه اللي هيحصل او بتشتغل ازاي؟ ان الانسان لو قلل الكربوهيدرات بعد 3 4 ايام الجسم عاوز كربوهيدرات كأنه هو اللي بيسهلكم في الطاقه، يبتدي الجسم يلاقي ما يلاقيش جلوكوز، يبتدي يستهلك الستورد جلوكوز، بدأ الجلوكوز يقل يبتدي الجسم يخش على الفات فيبتدي يحرق الفات. طيب فلما يحرق الفات هبتدي يستهلك الفات كانرجي سورس في هذه الحاله. طب ايه اللي الكيتوجينيك دايت تركيبها ايه؟ من 70 ل 80% فات و5 ل 10% كربوهيدرات، والبروتين يعتبر يميل الى النورمال او من 10 ل 20% بروتين. اكزامبل ليه كيتو دايت، ان هو تلاقي مثلا ياكل اللي يهتم بالزبده بالفاتي كاتس اوف ميت اللي هي الدهن اللي في اللحمه وال البتر والزبده والبيض، الحاجات اللي هي غنيه بالدهون، الناتس اللي هو الجوز واللوز والحاجات دي كلها، والزيوت النباتيه والافوكادو الحاجات دي كلها يبتدي يكتر منها. دي كلها حاجات نقول عليها هي فات ان نيتشر، ولكن هو كلها وكتر منها على حساب الكربوهيدرات. طبعا في هذه الحالة ما بيشربش بقى العصاير ولا بياكل الحاجات اللي هي الكربوهيدرات اللي هو ايه كان بيعتمد عليها، بيوقف اسمه ايه المكرونات والحاجات اللي هي كلها كانت كربوهيدرات دي يوقفها تماما، ياكل زبدة زبدة وجبنة رومي وبيض والحاجات دي كلها، وهنا نقول عليها كيتوجينيك دايت. المشكلة بقى في الكيتوجينيك دايت ايه؟ اولا مازال في دراسات كتير جدا عن اللي اندر انفستيجيشن عن اللونج تيرم افكت للكيتوجينيك دايت، يعني دي في دراسات بتتعمل دلوقتي ان بدا يبقى في بعض اللونج تيرم افكت، ولكن دايما يقول لك يعني الاضطرار بتتعمل ولغايه ما يتم التحقق وننزل في التكست بوك بالحاجات اللي هي دوكيومنتد وليست ايه كلام اعلام وكلام يعني ايه مش رسمي. ولكن اول حاجه بالنسبه لمشاكل الكيتوجينيك دايت، ان هي يعني موضوع ان الانسان يستمر على اكلات هاي ان فات ولو ان كربوهيدرات هيبقى صعب جدا. الانسان طبعا مش هيقدر يتحمل ومحدش بيقدر يلتزم لفترات طويله. النقطه الثانيه ان هتلاقي في تغير في يبقى في نوع من الفتيج، لان الانرجي السورس اللي كان بيجي متوفر من الكربوهيدرات قل، المود هتلاقيه متغير، في نوع من الهيدك، في نوع من الكونستيبيشن، يعني تغير الاسلوب الغذائي والعادات الغذائيه. برضه بدأ يبقى فيه ريبورتات من زيادة اليوريك أسيد والكيدني ستون والأوستيوبوروز، كل ده على الشورت تيرم. إنما على اللونج تيرم اللي هو أكتر من سنة دي لسه أندر انفستيجيشن. طب هو طب إيه الفرق ما بينها وبين الأنظمة الغذائية العادية اللي هي ريكومندد للناس اللي عندهم أوبيستي؟ إن الأنظمة الغذائية العادية أنت بتقلل الكربوهيدرات شوية وتقلل الفات شوية وتزود الفايبر، فأنت قللت من ده ومن ده ومع زيادة الفايبر فحصل ديكريز عام في الكالوري انتيك معايا دكاتره، انما انت هنا قللت الكربوهيدرات وزودت الفات، فاصبح ان انت يعني انت عدلت المساله، وعلى اساس ان الجسم لما يحرق الفات وما يحرقش الجلوكوز، ولكن مدى تقبل الجسم الاستمرار على الوضع ده مش سهل. ده احنا بنقول ليه؟ لان كتير بدا من خلال الميديا نسمع ان يقول لك ايه انا جربت الكيتوجينيك دايت ومرتاح عليها، طب جربتها بقالك قد ايه؟ يقول لك شهر شهرين. انما الفكرة مدى الاستمرارية على كده، هل هيقدر يتحمل ان هو ما يبعد تماما عن الدايت اللي فيها كربوهيدرات تبقى فيري لو كربوهيدرات؟ دي الكويتشن مارك. وكمان اللونج تيرم افكت قليل، خلي بالك ان لما هيقل الكربوهيدرات يعني كنترول برضو للسكر قد يكون فيه مشكلة، وممكن تلاقي ان عندك مشاكل كيتو اسيدوزز او كيتون بودي فورميشن، دي كلها حاجات اندر انفستيجيشن. ولكن دايما انا بنصح ان احنا نقلل الكالوري ومع الحفاظ على بالانسد نيوترينت، يعني كربوهيدرات موجود، الفات موجود، البروتين موجود،
ولكن قلل الكميات، قلل الكميات، يعني كان بياكل كمية بقت نص الفات، نص الكربوهيدرات والبروتين بنفس المعدل، ومشى على النظام ده. ده يعتبر الأسهل والأفضل، لأنه هيحافظ لك على التنوع. خلي بالك إن الأسلوب العادي هيحافظ على التنوع وهتقدر تاكل من كل حاجة، إنما الأسلوب ده هو بيمنع حاجات تماما غنية بالكربوهيدرات وبيستبعدها تماما وبيخش على الفات وبيكتره تماما، وده هي المشكلة في هذه الحالة. طب ده بالنسبة للدايت. ايه تاني بالنسبة للنون فارماكولوجيكال؟ احنا اتكلمنا عن الفيزيكال اكتيفيتي واتكلمنا عن الدايت، نتكلم على البيهيفيور. لازم يبقى فيه بوزيتيف اتيتيود، لازم يبقى فيه ديزاير ان البيشنت عاوز او الاوبيز عاوز يخس، لان لو انت هو مش حاطط في دماغه وهو مصر مهما عملت مش هيحصل. طب ده ازاي اوصل للنقطة دي؟ دي اللي هو الجلسات بقى الاخصائي النفسي، ان هو ساعات في حاجة اسمها لايف كوتشنج، ان هو يقابل ناس متخصصين في التغذية والصحة وعلم النفس، يبتدوا يقعدوا معاه سواء على هيئة مجموعات او مع مقابلات شخصية، سواء بالفيس تو فيس او حتى بالتليفون، ويبتدوا يعملوا جلسات معاه. الطبيعي ان بالذات لاي واحد اوبيز وخايفين من مشاكل الاوبيست معاه، ان يتعمل البيهيفير انترفينشن ده، بيهتم بيه جدا بره، وبل بيروح لجلسات مع اخصائي التغذيه ويقعد يكلمه ويوضح له اضرار الاوبيسيا سواء. الطبيعي ان في خلال ال6 اشهر الاولانيه اللي بنحكم فيها على النظام الغذائي والعلاجي، ان يعمل معاه حوالي 14 جلسه. يعني شفت الاهتمام لدرجه ايه، بيقعد يعمل 14 جلسه في خلال ال6 اشهر مع كوتش بيبقى نقول عليه اخصائي تغذيه، ويتكلم بقى مع البيشنت بيهتم بايه. اول حاجه ايه المشاكل اللي بتخليه او يعني اللي عنده في ظروف حياته اللي بتساعده على الاوبيستي، ما بيمشيش ما بينامش، بيحب الاكل زياده عن اللازم، هل في حاجه نفسيه عن صار. وبعد كده يقول له، يبتدي يفكر في الجانب الصحي، ازاي ان الوضع اللي هو بيعمله ده هيضره. يخش على النقطه الثالثه يقول طب نحط بقى ايه هدف، ان احنا عاوزين نخس. وبعد كده يبتدي يعمل له برنامج النظام الغذائي، وبعد كده يعمل له متابعه. لو حصل ريلابس ان هو مش قادر يلتزم، يبتدي يقعد معاه تاني، انت مش ليه ما التزمتش اصلا، انا بحب كذا. طب يبتدي ممكن يعدل في النظام الغذائي بحيث الحاجه اللي هو بيحبها قوي يحطها له منه ويقللها شويه في حاجات تانية. المهم بيحتاج متابعه، لان دائما وابدا لازم تتاكد ان البيشنت ادهير تو انستراكشن، سواء كان فيزيكال اكتيفيتي او ديكريس في الكالوري في الدايت، لازم يكون ملتزم بيها في هذه الحاله. برضو في النون فارماكولوجيكال، ان احنا ننصح باستخدام اللي هو السويتنر والفات سبستيود، الحاجات اللي هي طب هو عاوز يشرب شاي وقهوه ومحتاج سكر، طب هو مش عارف يستطعم الشاي بدون سكر، نقول له خلاص ما دام السكر نفسه بيزود الوزن وبيساعد على الاوبيستي، طب احنا ممكن نستخدم ايه اللي هو بدايل السكر، اللي هي بينصح بيها برضو غالبا مرضى السكر، وكمان ممكن يستخدمها الاوبيز، حاجات زي الاسبرتام والسكرين، دي كلها طعمها مر جدا، طعمها حلو جدا عن الجلوكوز نفسه، فبالتالي نفس الكميه الصغيره، كميه صغيره منها جدا هتديك طعم الجلوكوز، وهتحلي لك الشاي او القهوه او العصاير، وفي نفس الوقت مش هتدي الجلوكوز ومشاكل. نفس الكلام الاوليسترا، الاوليسترا ده سينسيتك فات، ده بيتحضر يعني في المعامل، وماده سينسيتك، ولكن ممكن يتحضر بيها ايه الطعام، يعني بدل ما يعمل سمنه، يعمل الرز بالسمنه، لا يعمل الرز بايه السينسيتك فات ديت اللي هي الاوليسترا دي، ما بيحصلهاش امتصاص من الجسم، فبالتالي هي جاست يعني داب فيها الحاجات، عملت فيها مثلا قليت فيها البطاطس، قليت فيها، عملت فيها الرز او المكرونه والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت هي ما بيحصلهاش امتصاص. ولكن برضه هنا يعني اللي بيقلل انتشار او شيوع استخدام الاوليسترا، اللي هي فكره التقبل الطعم بتاعها، وان هي ساعات بتعمل انتفاخات مع ناس كتير. لو تلاحظ في كتير من يعني الشيبسي اللي بينزل دلوقتي يقول لك ايه حاجه اسمها برفيتو اعتقد، دي يقول لك ايه يعني هيلسي، وان هي ما بتعملش زيت، ما بتعملش زياده في الوزن، وان هي صحيه، وان هي لو كالوري او زيرو كالوري. هي الفكره كلها ان هو ما حطركش الزيت الطبيعي، وبدا يحط الاوليسترا ده،
ودي طبعا بيكتب عليها نو كالوري او زيرو كالوري او زيرو فات. طبعا هو الفكره كلها ان الحاجات دي بتبقى محطوطه والهدف منها ان هي ما بيحصلهاش امتصاص للدهون، وان يعني هي كدهون ما بيحصلهاش امتصاص، هي دوبت لك الحاجه اللي او تم استخدامها في الطهي او في عمل المنتجات في الاكل، وفي نفس الوقت ما دوب وهي نفسها ما بيحصلهاش امتصاص. ولكن خلي بالك ان هي ممكن تتسبب، وهي ان هي طبعا مش هيحصلها امتصاص، فممكن هي وهي طالعه تطلع معاها الفات سولبل فيتامين ويحصل مشاكل نقص بعض انواع الفيتامين. وقلنا ان بعض الشيبس دلوقتي اللي بيتكتب عليها ان هي صحيه وان هي ما بتزودش الوزن بتبقى ساعات معموله منها. برضو من الحاجات المهمه بقى، واللي دي اللي اكتر حاجه بدات تاخد وضع حاليا، اللي هو الاستيفيا شوجر، ان هو نوع من الاعشاب، نوع من الهيربس الهيرب، وده عشب ده ولكن طعمه مسكر جدا. فالستيفيا شوجر ده بيفصلوا منه الشوجر اللي هو الاستيفيا من الخلاصه بتاعه، وطعمها مسكر جدا عن الجلوكوز، وبتساعد والكالوري اللي بيطلع منها قليل. طب ايه الميزه ما بينها وبين الاسبارتام والسكرين؟ يعني بعض الناس بتخاف ان من الاسبارتام والسكرين هي سنسيتك، ان يكون لها مشاكل، وخاصه مع تخوف من الريبورتات للكانسر، فبدا بعض الناس يقول لك الاستيفيا يعتبر مصدر طبيعي بسكر وليس سنسيتك زي الاسبرتام والسكرين، والاثنين كلهم طعمهم حلو ولكن اخليني في الطبيعي لان ما الكانسر ريسك قليل. الساكرالوز والمالتودكسترين دي برضو نوع من انواع الشوجر، اللي هي برضو ما بتديش جلوكوز، بتدي طعم ولكن ما بتحولش الجلوكوز في هذه الحاله، او احيانا كومباينش. يبقى تاني عندنا اسبرتام وسكرين، دي سنسيتك وطعمها حلو. الستيفيا شوجر ناتشورال، الساكرالوز والمالت ديكستين ده ما بيتحولش لجلوكوز، بيدينا طعم ومسكر وما بيتحولش لجلوكوز، ده برضو مقبول واكسبتد. اللي واخد اهتمام هو الستيفيا شوجر في الوضع الحالي، وعندنا بتاع ايزيس. الاوليسترا ده بديل، بدل ما تستخدم زيت الشمس، زيت عباد الشمس او زيت حتى السمنه او الزبده او الزيوت، ممكن تستخدم الاوليسترا عسنا ان ما بيحصلهاش امتصاص، ولكن ممكن تطلع معاها الفات سوربل فيتامين او الليبت سوربل فيتامين، وممكن يحصل نوع من النقص بجانب موضوع التقبل وموضوع الديستربنس او الكومبلاينس. يمكن السلايد اللي قدامنا دي بتوضح النون فارماكولوجيكال في هذه الحاله اللي هي الخاصه بالسويتنر. احنا طبعا عندنا نسمع عن دايت سويت، ونسمع عن ايزي دايت ده اللي هو بالاستيفيا شوجر، ومنتجات كتيره جدا جدا. المهم تبقى انت فاهم الفكرة في هذه الحلقة. آخر حاجة النهاردة في الجزء الأولاني من المحاضرة قبل ما ناخد الريست أو نعتبر الجزء الأول من المحاضرة، اللي هو الصيام. الصيام يعني من الحاجات اللي هي رباني وطبيعية، يعني حاجات من التعاليم الدينية بتاعتنا. هل له دور في إنه فعلا يعمل كنترول للأوبيستي؟ طبعا يعني عاوز اعرف فوائد الصيام، بص للسلايد دي ودور الصيام في هذه الحاله. فخلي بالك الانترميتنت فاستنج اللي هو الصيام المتقطع، يعني الطبيعي ان هو لو واحد بيصوم السنه كلها بدون ما يوقف ده خطا، لان طبعا بيضر الجسم. انما الانترميتنت اللي هو زي يوم الاثنين والخميس زي السنه النبويه، طبعا دي مفيده جدا للجسم وبتساعد فعلا على انها تقلل الوزن، لان طبعا هيقلل الانتاك للكالوري. وكمان اول حاجه انهبت انزيمز فور لايبوجينيس. كلمه لايبوجينيس اللي هي الانزيمز اللي بتساعد على تكوين الفات والاديبوز تشو، وكلمه اللايبوليسيس اللي هي عمليه تكسير الفات لفري فاتي اسيد. فالصيام كمان الانسان بيوقف الاكل لفتره، فيبتدي عمليه اللايبوجينيس دي تقل، فما يتكونش دهون، وبل وبتزود كمان اللايبوليسيس، بجانب ان لها فوائد كثيره على البادي. يمكن نجمعها في السلايد دي على البرين وعلى الهارت وعلى الفات سيل على المصل والانتستين والليفر والبلد. فينصح للصيام لما له من فوائد سواء كان على الاوبيستي او على الجسم، ولكن دايما نقول نأكد على الانترميتنت وليس الكونتينوس، لان لازم الانسان يريح عشان يدي فرصه للجسم ان هو يرجع لطبيعته. شكرا يا دكاترتنا، وكده وقفنا الجزء الاول.